حتى
حتى تلاقي وش الرب يسوع. لا، إلى الآن كل لحظة ونحن نبكي كالمولى بيدي. إذا نحن إذا أردنا أن نبدأ صوم مبارك إن من هذا المثال والصلوات اليوم مساء الساعة 5:30 صلاة النوم الأربعة. يوم الأربعاء هو الجمعة، راح يكون داس جسماني في كنيسة ماراثونا الساعة 10:00 صباحا. السبت من الداس كالعادة داس عندنا الأربعاء يعني تقريبا في ماراثونا الجمعة إلى التاسعة ونص. كان يوم
بس يمكن في شيء نجيب هذا اليوم في عنده مفتاح مهم ان رب العالمين الاله الذين يسع المكان بيشحن حاله بتصرفنا نحن الاخبار العاقلين والخاطئين بإذن اذا انتم تغفروا الناس على نور اذا ما غفرتوا انا ايضا لن اغفر لكم. أنا مع حكاية الناس أتذكر بين سورة فرنسية كلها يلي هو أبو المجرمين صار يلي كان يقول إنسان هو دوترو يعني شاب سيدي مرة بعض أو له قول آخر أنه الله هو عدو الإنسان محسود منه شو التفكير القريب؟ ليش بنقرا اليوم؟ انه نحن عندنا اله يجعل نفسه في خدمه الناس يحسنون ليش هو مثلا العهد يعني او مثلا الاله الكامل النور من النور اله الحق الى الحق هذا لا يحتاج لاحد بل يجعل نفسه كما كان النور ايضا الذي يقول في الكتاب الكريم اخلى ذاته اخذا صوره عبده شو هذا الاله الذي يضع نفسه بخدمه الناس مو بس هيك ويريد ان يجعله الها نحن الناس اذا كان عندنا طيرتنا او قبل مدينتنا صار وزير او صار نائب الناس يقولوا يا لطيف صار ذلك الوراء وانه صار في مرتبه العليا من الملك واليوم حسب ما صار لبنان انه صار كثير عم يحكوا عن محاربه الفساد كانت الخير نعم دور الحكي واختار ما يسكوه بس بيقول كمان واحد فرنسي كتب مسرحيه لا مزاح في الحب بقى وكمان في قول اخر بيقول ان الواحد يمسح الثاني بحد يمسح الثاني لربما هل هو الحكايه يبدو عم تصير هنا مختلفه في ناس في مسدد العرب مثل ما بيقولوا بالدارج في ناس تحسسوا انه يبدو المقصبة جاي عليهم طب خلت احنا يا احبابي هذا لكم إيقونة أفراد وتواضع وخدمة نحن عم صلينا أموالنا هلا بعض الناس وكما صلينا في السبت الماضي وقبل الماضي وشيء عجيب أن الروح بتلاقوها في الصلاة من أجل الأموال أكثر من كثير من لقاء آخر يعني معناها السابق يحب أموالنا ويفكروا فيهم بأنهم قرابين من أجل راحة نفوسهم هذا أمر مبارك هذا تأكيد لقول الرب يسوع لا شيء يفصلنا عن محبة الرب لا شدة لا ضيق لا اضطهاد لا عيادة ولا موت أموالنا معنا وقديسينا معنا فلتكن قصيدة الصوت بعد يوم الظهر راح نجيب البعض بسيارة باص. بعده يا ويلنا احنا هذا يعني بيصير المؤمنين انه صرنا احنا نتعود بقى نتعود عادي من حد شيء وعادي من غير محبة. يعني فلنقرع صدورنا يا احبة ونقول كما كنا عم نقول ببدل كتاب التليفون احد الفرس من الشارع افتح لي ابواب التوبه يا ملك هذا هو الوهم لأنه ما فينا نحن نبلغ نيابة الله إلا بعد موته أول علامات الموت هي التوبة يعني أنا بترك أن تكون قديمة
الزاني المنكوب والعجلي في دول الانسان الكبير قد تكون بمسيره الصوم مسيره التوبه. افتح لي ابواب التوبه يا ويلك يا ريان الانسان الذي تفتح له ابواب التوبه. واذا دخل تحت ابواب التوبه مش كل افتح افتح للكاين او زياره او زياره بريدي او سبسره غرام او سبسره غرام كل هذا لا يدفع حي. يا ريان الذي يسير في طريق الرب لو قالوا كنت تسعني خير لي يقول الكتاب ان اكون صعلوك في بيت الهي من ان اسكن في مساكن الرب. فالرب نسل يا احبه ان نمشي معا مسيره التوبه ما نمشي لحالنا يا احسان سواك ولنقرب جميعا سطورنا والرهبان اللي عندنا. هذه اذكر بس الشغله الاخيره هل يمكن احد نسانا نعمل كنا عملناها مره من 30 40 سنه عملنا صلاه وضوء واستغفر كل مصر من اخيه يركع قدامه قال له سامحني يا اخي واذكر لي خطاياي بتذكر كلمه كمان قال تمام تمام صحيح مش ممكن يعتاد ولكن لسه شعب طيب اتصور هذا الشيء واقف الكلام ده على الكلمات حتى يتعمق في فهم الكنيسه الارثوذكسيه ويصوم ويصلي ويفتش عن نجوم الاباء الارثوذكسيين بحسب ان احنا يعني ان نستعين شو يمنع شو عم نعمل الاخبار مش اجتماعات ونملك وبعدين شو يمنع خلاص ما نقدر نقص يعني لا بينسوا أكبر الضيارة هذه طريق الباص مش راح يسوق فيها بتلاقوا لها بقى يا يسوع الحمد لله تشوف بقى يا يسوع الحمد لله. المهم شو بيمنع أن كل أطرار الأبرشين إيش على كثراني تبعك يا أخوتي يا أخوتي كنا نصلي يوم الأحد ويرجع من أول الكتنة قوات الكتنة البطران ورمس بشير وما يفهم أعطانا كلها حتى ندرس السنة الثانية كان الأساس أول بيخدم الخدمة يرجع أمام زملائه الأساسي وأمام الطلاب اغفروا لي يا إخوة الخاطف هذه شغلات علينا نحن نتعلمها قد ما في الانتعاش